اذا خلينا نطلع الان هون، هلا اللي عملناه هي البوست كونفرتر، هي السويتش. انا بس هون غيرت قيمه ار، رفعتها من 1 ل 100، وعندي الديوتي سايكل اظنها 50% كمان. بالله سكري هالباب لو سمحتي، هي 50%. وخليت قديش الكارير فريكونسي هون 100 هرتز اللي هي 0.01 اوف ا سكند. نعمل رن. خلينا اول شيء نطلع نشوف هلا 50% المفروض قديش يكون عندي الاوتبوت فولتج. هلا المشكله هون لما غيرت انا ار زاد التايم كونستنت تبع الدائره. خلينا نحطه شيء ان بتوين نشوف، مثلا نحطه 10. هلا ممكن تزيد السيميليشن تايم اذا بدك، بس لاحظوا كيف التايم كونستنت كله تغير، او الدايناميك ريسبونس تبع السيستم حتى صار كانه اوفر دامبت. عم بوصل قديش؟ عم بوصل تقريبا 200، مش هيك؟ هل 200 صحيح؟ انا حطيت 100 فولت السورس، مش هيك؟ والديوتي سايكل قديش كانت؟ صحيح. اذا 1 ناقص نص شو راح يصير عندي؟ نص، بقسم على نص بعطيني 2، ففعلا عماله بروح هو تقريبا على 200 من هون، والريبل برضه مش بطال، بس مش راح اقدر اشوف الريبل مزبوط غير لازيد السيميليشن تايم. خلينا نزيد السيميليشن تايم ل 50 ثانية حتى يعمل سيتلينج. طبعا هاي كمان مشكلة السيتلينج تايم انه طويل، نفس مشاكل ايش؟ كل مشاكل كنترول سيستمز نفس الشيء عندي رايز تايم. يعني لاحظوا هون هذا اذا صممته هذا السيستم وحطيته زي هيك ممكن يخرب اللابتوب. مضبوط. فبدك تشوف هلا، انا ما بعرف، انا ما عنديش خبره بتصميم هدول السويتش مود باور سبلاي، اذا انت قرايت ممكن تشوف هل هو بيعمل هيك ولا هو بيرفع التايم كونستنت ولا بخلي السيستم مثلا ديسيبلد لفتره معينه بعدين بشغله. الريبل شايف الريبل جيد هون، لانه احنا نزلنا ار بدون ما نغير او غيرناش سي كثير، ما فيش عمليا في الريبل خفيف جدا. خلينا نطلع الاون على الـ على الـ السو توث. هي في سو توث بس هي نفس كمان الفاليو تبعها عماله، يعني كل السيتلينج تايم تبع السيستم زاد بتغيير ار. كم قيمه السي؟ السي انا حطيت، انا خليتها يمكن زي ما كانت هناك ولا لا؟ خلينا نشوف قديش. انا رافعها كثير 1 فرد. خلينا ننزلها نعمله 10 ملي. شوف ايش بأثر. اوكي الريبل زاد عندي، يعني قديش نسبة الزيادة هون؟ قديش صار؟ الريبل هون عندنا من حوالي 193 ل 203 تقريبا، اوكي حوالي 10 فولت، والبيك وهي عندي هون. هلا راح تلاحظوا يمكن السيتلينج تايم اتحسن. هاي هون في عندنا ترانزينت ريسبونس هلا هون. خلينا احاول اعمل زوم عليها هون، شوف هاي ترانزينت ريسبونس لسه في عندنا نفس الشيء، هون واضح انه في سكند اوردر سيستم. بس طبعا السيستم كله معقد اكثر لانه في سويتشنج. السويتشنج انتم ما اخذتوا، اخذتوا كل الترانسفير فانكشن على ايش كانت مبنيه؟ على اساس ايش؟ لينير، السيستم لينير مش هيك؟ لينير، ما فيش سويتشنج، هاي نون لينيرتيز بتصير. هلا ممكن بالديجيتال كنترول سيستمز والموديلنج تبدا تاخذ بعض هاي الاشياء بعين الاعتبار. نعم بدك تسالي شيء كنتي؟